في حلقة اليوم سنتحدث عن تجديد كرينيليوس. أعزائي من يافا عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن تجديد كورنيليوس قائد المئة. كان الرسول بطرس موجود في يافا، قبل يافا كان في لدة، شفى شخص اسمه إنياس، وهنا في يافا شفى بنت وأقامها من بين الأموات باسم طبيثة أي غزالة. وكان على إحدى السطوح بجانب هذه الكنيسة ورأى رؤية، ومن خلال هذه الرؤية الرب أرسله إلى قيصارية، ومن هناك أتحدث عن هذا الموضوع. يافا بلدة معروفة جدا، كانت الميناء الرئيسي في أيام سليمان. إلى هنا أحضر الأرز وأخذ إلى مدينة أورشليم. أيضا القصة المعروفة في يافا يونان عندما أخذ السفينة من يافا وسافر إلى البحر. سوف أحدثكم عن تجديد كورنيليوس من منطقة قيصارية، سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها بولس، ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود في منطقة الميناء القديم، الميناء الأول اللي بناه هيرودس الكبير، وما تراه الآن هذا الميناء بنوه أيضا بفترة الصليبيين. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس، ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش. كان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته، ويحسن إلى الشعب بسخاء، ويداوم على الصلاة لله. فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار في رؤيا واضحة ملاك الله يدخل عليه ويناديه: يا كورنيليوس. فنظر إليه في خوف وقال: ما الخبر يا سيدي؟ فقال له الملاك: صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك، فأرسل الآن رجالا إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس، فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر. أعزائي من منطقة قيصارية عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح ندرس الإصحاح العاشر، تجديد قائد المئة كورنيليوس. هذا الإصحاح يعتبر نقطة تحول تاريخي في تاريخ حياة الكنيسة الأولى. هذه البلدة تعتبر مدينة تجارية في أيام المسيح، مدينة تجارية لأنه بنى فيها ميناء جميل جدا وتحدى الطبيعة، بنى جدران حتى لا تأتي الأمواج، بل كسر الأمواج من خلال هذه الأسوار المنيعة. كان يعتبر من أعظم الموانئ، وأيضا كانت تعتبر مدينة سياسية لأنه كانوا يعالجوا القضايا المدنية والسياسية في أيام المسيح في فلسطين
في هذا من هذا المكان، لأنه كانت قيصرية تعتبر عاصمة فلسطين في أيام المسيح، عاصمة الرومان، تعتبر المدينة الإدارية. فكل ما حول هذا المكان يعبر عن جمالها وعن روعتها. في هذه المدينة كان أيضا يسكن كورنيليوس قائد للمئة. هذا الشخص وصفه الكتاب وصف رائع جدا، كان يخاف الله. هذا وصف جميل جدا لشخص مؤمن بالله. ويقول عن الكتاب لا يحابي الوجوه، يعني لا بيتعاطى رشوة، مهتم بالعدالة الاجتماعية، عادل نزيه أي نظيف. وهذا طبعا بيتكلم عنه كشخص خائف للرب، بيوصف كشخص أممي اللي ترك عبادة الأوثان ورجع إلى الله أو إلى عبادة الله الحي. كورنيليوس كان شخص متقي الرب، كان يصنع حسنات كثيرة، كان محب لله والناس أيضا، وكان أيضا شخص عملي لأنه كان يساعد الناس اللي من حواليه. من خلال وصف الكتاب له كان رجل صوم وصلاة، كان يصلي لأنه كان يبحث ويطلب، يريد أن يجد ويكتشف الله. الشخص الذي يصلي أي يعيش بالقرب من الله. طبعا بالنسبة للأمم حتى يكونوا من رعايا الملكوت أو من رعايا إسرائيل احتمالين. الاحتمال الأول أنه يغير دينه، هذا عن طريق الاختتان وحفظ ناموس موسى. أو الشيء الثاني ممكن أنه يحضر اجتماعات المجامع ويستفيد من ناحية كتابية، ويهتم بطبعا النواحي الأدبية والإخلاقية لهذا الناموس. على ما يبدو أن كورنيليوس كان مهتم بهذا الشيء، واتأكد أن الله هو الإله الحقيقي، من أجل هذا آمن في هذا المكان. الشخصية الثانية اللي في هذا الإصحاح هو بطرس الرسول. بطرس كان موجود في يافا، في لدة أقام إنياس أو شفى إنياس، وكان في يافا أقام طبيثة التي ماتت وأحياها، التي تسمى أيضا غزالة. كان بطرس الرسول يتفقد أحوال المؤمنين، ولا سيما المؤمنين الذين اضطهدوا في أورشليم وتركوا أورشليم ليسكنوا في عدة أماكن في هذه البلاد، فكان يتفقد أحوال الكنائس. وبطرس وهو جائع على السطح عند سمعان الدباغ كان أيضا يصلي، وعندما كان يصلي شاف رؤيا ملاءه نازله من السماء، والرب قال له قم كل واذبح. قال لا اكل او لم يدخل شيء نجس فمي. الرب صحح مفهومه، طبعا ثلاث مرات الرب يتكلم معاه يصحح مفهومه انه اللي الله بيطهره مش ممكن اي انسان ينجسه. وهون اتعلم درس مهم جدا بطرس، كان على الرب انه يهيئ بطرس الرسول. بالواقع في عدة أماكن رب حاول يجهز بطرس ويعده لهذا الشيء. أولا عندما علم عن شريعة الطهارة، عندما كان يتكلم في الأناجيل، ليس كل ما يدخل الفم ينجس بل ما يخرج، الأفكار الشريرة. وبالنسبة للرب كل البشرية هي نجسة، هي خاطئة في نظره، فاتعلم هذا الدرس. لكن في قيصرية فيلبس اللي هي عند سوريا، هناك قال له الرب أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. بالفعل الله استخدم بطرس أن يفتح الباب لليهود في يوم 50 في أعمال إصحاح 2. الله استخدم بطرس أن يفتح الباب للسامريين في أعمال إصحاح 8. وهنا الله يستخدم بطرس الرسول ليفتح الباب أمام الأمم، فكان محتاج إلى إعلان إلهي وتجهيز إلهي، لأنه الأمم يعتبر نجس، يعتبر غريب، يعتبر خارج عن شعب الله أو عن رعاية الله. فالله استخدم بطرس الرسول حتى يكسر الحواجز، يفتح الأبواب، وأن الأمم يدخلوا إلى معرفة وإلى خلاص الرب. عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل. أي إنسان عاقل لازم يبحث. الله ما عنده طرق وما عنده كتب بتناقض بعضها، الله عنده طريق واحد وكتاب واحد. كانت بلدة قيصرية أو ماريتيما تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط،
على بعد 33 ميلاً شمال بلدة جوبا و60 ميلاً شمال غربي أورشليم. وقد أهدى القيصر الروماني أغسطس قيصر هذا المكان إلى هيرودس الكبير. وفي الفترة ما بين عامي 25 و13 قبل الميلاد قام هيرودس بتشييد أضخم مشروع معماري له في ذلك المكان، وكان عبارة عن مدينة مصممة على الطراز الروماني. كما أن هذا الميناء أتاح للإمبراطورية الرومانية الوصول بسهولة إلى فلسطين، فلم تعد الرحلة تستغرق سوى 10 أيام. وكانت قيصرية تضم 165 فداناً من المزارع والأراضي الزراعية، كما كانت المدينة تفخر بامتلاكها مسرح ومسرح مدرج ومضمار لسباق الخيول والعربات وقصور ومباني عامة ومخازن واسعة ومناطق سكنية ونظام للصرف. فمضمار الخيل كان يسع 38,000 شخص، وكان يصل طوله إلى 1500 قدم وعرضه 250 قدم. لكن مدينة هيرودس الجديدة كانت تفتقر إلى الماء العذب، ولهذا تم إنشاء مجرى ماء طويل فوق قناطر لنقل الماء من المنابع الموجودة على سفح جبل الكرمل. وبعد وفاة هيرودس أصبحت مدينة القيصرية العاصمة الجديدة للمقاطعة الرومانية اليهودية. وقد كشفت أعمال التنقيب مؤخراً عن إحدى الصخور التي تحمل نقشاً كتب عليها بيلاطس البونتي والي اليهودية. أعزائي من قيصريا، أواصل حديثي عن تجديد كورنيليوس أول أممي يأتي إلى معرفة الرب في سفر أعمال الرسل. قبل أن أواصل حديثي، على فكرة قواد المئات لهم قصة جميلة في الكتاب المقدس. معظم القواد الذين ذكروا في الكتاب المقدس لهم قصص رائعة جدا. مثلا قائد المئة اللي كان في كفر نحوم، هو اللي بنى المجمع وأظهر محبته لعبده وأظهر محبته وولاءه لشخص المسيح الذي قال: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. هذا القائد كان موجود في كفر نحوم. في قواد آخرين ذكر أيضا في الكتاب المقدس. في إنجيل لوقا إصحاح 23 عند الصليب قائد المئة قال: بالحقيقة كان هذا الإنسان بار. قائد آخر، القائد الذي حذر الحاكم الروماني ومنعه من أن يسيء إلى بولس الرسول في سفر الأعمال إصحاح 22. ثم القائد الذي أراد أن ينقذ بولس أثناء سفره إلى روما في إصحاح 27. وهنا نرى كورنيليوس الخائف الرب، المصلي، الرجل التقي، كان من اللي بيتكلم عنه الكتاب من أعظم قصص التغيير. مركزه في قيصريا، مركز رئاسة الحكومة في فلسطين، كيف اتعامل مع الرب وقدم احترام وقدم ضيافة لبطرس الرسول والذين معه أيضا. طبعا قائد المئة يعتبر شيء مهم جدا في الجيش الروماني. حتى أوضح هذه الفكرة، الفرق العسكرية كانت تتألف أو مكونة من 6,000 جندي، وكل كتيبة مقسمة إلى 600 جندي، وكل كتيبة مقسمة أيضا إلى فصائل كل منها 100 جندي. وطبعا القائد، قائد المئة، هو القائد على 100 جندي الذي يعتبر الملازم الأول في لغتنا في هذه الأيام. هذه الفصائل تعتبر أيضا العمود الفقري للجيش الروماني، تتحرك بسرعة وتحاول أن تحمي بسرعة أو تهجم بسرعة، فكانت تتميز أنها العمود الفقري لكل الجيش الروماني. طبعا حتى الإنسان يصل لهذه الدرجة قائد المئة ينبغي أن يخوض عدة معارك ويثبت بجدارة أنه حصل على هذا الامتياز. صفات القائد
طبعا من أهم صفات أنه ينبغي أن يكون شجاع، ينبغي أن يكون محنك وأيضا متزن، لأنه في موقع قيادي لازم يكون عنده ولاء وانتماء تام للجيش وطبعا للإمبراطورية الرومانية أو الحكومة، قادر على الدفاع وقادر أيضا على الثبات، قادر أن يعطي قرارات. وطبعا عادة الشخص الذي يصل إلى هذه الدرجة لازم يكون مثقف، عنده إمكانية أنه يتكلم أو يتحدث بسلطان أيضا. واضح هذا ما ظهر من حياة كورنيليوس، كان من كتيبة إيطالية، أي كتيبة محترمة جدا موجودة متمركزة في هذا المكان. هذه قصة جميلة عن قواد المئات. كورنيليوس كان يخاف الله، كان يصلي، وبطرس كان يصلي في يافا عند سمعان الدباغ. الله تعامل مع صلوات بطرس برؤية، والله تعامل مع صلوات كورنيليوس أيضا إذ أرسل له ملاك. يا لإحسانات الرب ويا لمقاصد الرب وتعاملاته الفائقة. لا مش ممكن يترك إنسان، جهز بطرس وجهز كورنيليوس لهذا اللقاء التاريخي العظيم، أن البشارة تصل إلى الأمم من هذا المكان. سأواصل حديثي بعد قليل. جاءه صوت يقول له: يا بطرس قم اذبح وكل. فقال بطرس: لا يا رب، ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا. فقال له الصوت ثانية: ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا. وحدث هذا 3 مرات، ثم ارتفع الشيء في الحال إلى السماء. وبينما بطرس في حيرة يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤيا التي رآها، كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا بالباب ونادوا مستخبرين: هل سمعان الذي يقال له بطرس نازل هنا؟ كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤيا، فقال له الروح: هنا 3 رجال يطلبونك، فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف، لأني أنا أرسلتهم. أعزائي، ترك بطرس يافا مع بعض الإخوة وجاءوا مسافة تقريبا 50 كيلومتر عند البحر هنا في قيصاريا حتى يتحدث مع كورنيليوس. السؤال: لماذا لم يدعو كورنيليوس قائد المئة فيليبوس المبشر وهو يسكن في هذه البلدة؟ ذكرت أنه بطرس له مكانة وأهمية عظيمة جدا في تاريخ الكنيسة، الله أعطاه السلطان الرسولي أن يفتح الأبواب كما ذكرت، فتح الباب لليهود ثم السامريين وثم أيضا الأمم متمثلة بكورنيليوس قائد المئة. لكن رسول الأمم هو بولس الرسول، الله استخدمه وفرزه خصيصا لهذه الدعوة مبتدئا من أعمال إصحاح 13 حتى نهاية سفر الأعمال. منشوف أحبائي أنه بطرس جاء بإعلان سماوي برؤية، ولاحظ أن الله كلمه 3 مرات وهو على السطح في بيت سمعان الدباغ. في كل شيء فيه 3 مرات معناته لازم يكون في تأكيد. بطرس أنكر المسيح 3 مرات، الرب يسوع سأل بطرس على بحيرة طبرية: أتحبني؟ 3 مرات. وهنا 3 مرات لتأكيد الحقيقة أنه غرض الله دخول الأمم في شعب الله، غرض الله أن يعلم بطرس الدرس الذي لا ينتسى عندما قال له كل واذبح، أنه ما في نظر الله أي شيء نجس. فمن بعد ما علمه الدرس ترك وجاء بالفعل وتقابل مع كورنيليوس. كورنيليوس تكلم معه وقال له أنه كيف أنه الملاك بالتحديد طلب أنه أبعث أو أرسل وراءك بالاسم، فإحنا مستعدين، وابتدأ كلمنا من كلمة الله. ففتح بطرس وفاه وتكلم بعظة من أروع العظات، تعتبر قمة في التواصل والتفاعل مع الناس، وبطريقة بارعة جدا
وصل إلى قلوب السامعين. كورنيليوس أحضر كل عائلته، أقربائه وأنسبائه. كان شخص عاوز أن يسمع، لأنه الفكرة هي كانت فكرة إلهية، عاوزين يسمع إيش الرب عاوز يتكلم. ولما اتكلم بطرس مع كورنيليوس وبيته، حدث شيء الذي يعتبر الدليل والبرهان والتأكيد أنه قبلوا الرب. امتلأوا بالروح القدس وابتدأوا يتكلموا بألسنة جديدة، وهذا واضح أن الموهبة حلت على الأمم أيضا. وطبعا علم ووعظ كثير بطرس، وبعدين قال ماذا يمنع أنه يعتمدوا. فالمكان قريب على البحر، عمد كورنيليوس وأهل بيته وانضموا إلى عضوية الكنيسة، بل بالأحرى انضم إلى شعب الله. وهنا النقطة الحاسمة الفاصلة تاريخيا، إن الأمم رسميا دخلوا في شعب الله. فإذا ماذا نتعلم من هذه القصة؟ نتعلم أولا أنه لا فرق بين اليهود والأمم في نظر الله. شيء ثاني نتعلم إنه الكل نجس أمام الله، سواء كنت متدين، سواء كنت خاطئ أثيم، سواء كنت بتعمل كل الأعمال الحسنة كما كان كورنيليوس قال له أرسل، هو يكلمك بكلام خلاص، أو كنت إنسان عايش في كل بشاعة الخطية. وشيء آخر، المخلص يسوع المسيح يبحث عن كل خاطئ، كل خاطئ يبحث عنه، وكل شخص يبحث لابد أن يجد الله. وعندما تجد الله لابد أن تكتشف أنه الله هو الذي يبحث عنك. بالواقع من خلال هذه القصة نكتشف أنه كورنيليوس كان شخص متواضع جدا. طريقة تعامله مع بطرس وولائه وانتمائه كأنه فكرة عسكرية، فكرة الولاء والخضوع والطاعة. طلب من بطرس أن يكلمه لأنه الله بيكره المتكبر، واضح أنه كان متواضع لأنه كان بيطلب الله بكل تواضع. كان شخص نبيل جدا لما بتدرس كيف اتعامل مع بطرس الرسول. أحبائي دعني أقول لك هذا الشيء، مهما كان الإنسان متدين، الخلاص هو بيسوع المسيح. الله عنده ديانة واحدة فقط لا غير، كما قال بطرس عندما وعظ له، يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا في آية 43. كان على الله أن يعد بطرس لهذا الحدث العظيم. فإذا ما هياش فكرة كل الأديان بتوصل إلى الله، يوجد ديانة واحدة، يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. كما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فالله هو الإله الحقيقي، ويسوع هو المخلص الوحيد، والكتاب المقدس هو كتاب الله الموحى به، الدستور والمرجع اللي ممكن نتعلم منه. فإذا بالنسبة للرب ديانة واحدة، إما أنت تكون في داخل الدائرة في المسيح أو بتكون خارج المسيح، فهذا القرار هو لك. أصلي من كل قلبي إنك تتخذ القرار كما فعل كورنيليوس، أن تؤمن أنت وأهل بيتك. أنا موجود في مسرح روماني قديم، كان يعتبر ملعب مشهور في أيام هيرودس الكبير. كانت تقام الألعاب الرياضية في هذا المكان، ولسيما مسابقات الخيل والمركبات أيضا من هذا المكان. عزيزي في الختام أريد أن أقول هذا الشيء بكل تواضع وبكل محبة، الله لا يحابي الوجوه، الله يحب الجميع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. عندما أقول إنه ديانة واحدة أقصد مش تعصب ولا تزمت ديني،
الله يحب الجميع، فأنا أيضا أحب الجميع أيضا بغض النظر شو خلفيتك شو ديانتك أو شو مكانتك في المجتمع. لكن أي إنسان عاقل لازم يبحث، الله ما عنده طرق وما عنده كتب بتناقض بعضها، الله عنده طريق واحد وكتاب واحد، إله واحد، مخلص واحد، إما تكون في المسيح أو خارج المسيح. يقول الكتاب الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن أي المسيح كلمة الله لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. رأينا قصة تجديد معجزة غيرت الحدث التاريخي، إنه ابتدأت الكنيسة تضم من كل الشعوب ومن كل الأمم، والكنيسة هي جماعة المفديين بدم الرب يسوع المسيح، الخطاة الذين تركوا العالم وجاءوا حتى يكونوا شعب واحد من كل الشعوب من كل الأمم من كل الخلفيات. أعزائي، قال الرب لإبراهيم في القديم في سفر التكوين الإصحاح 12: بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وهذه البركة تمت بواسطة الرب يسوع المسيح الذي ضم كل الشعوب والأمم. هذه الصورة الجميلة نراها في سفر الرؤيا، من كل الشعوب القبائل الألسنة سوف تكون في السماء مع المسيح يسوع. في الختام، سواء كنت متدين سواء كنت خاطئ، ما تجادل، ما تناقش، ما تحاول انك بس تجادل بطريقة عمياء. انت صلي للرب، قل له يا رب اذا انت موجود، اذا انت المخلص اعلن ذاتك لي. الرب اعلن ذاته لعدة ناس، ممكن يعلن شخصه وذاته لك. الله يحب الجميع لكننا خطاة في نظره ونجسين. تعال إلى يسوع اللي أخذ مكانك ومكانه، مات على الصليب وقام من بين الأموات حتى يعطيك تطهيرا لخطاياك. افتح قلبك له، آمن واستلم عطية الله لحياتك. هذه العطية هي الحياة الأبدية مقدمة لك. وصلي من كل قلب إنك تصلي، وصلي أيضا إنك تنضم في هذا الشعب، تكون شعب للرب من كل الشعوب والقبائل والأمم. حتى أسمع منك، إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن الرسالة إلى الأمم. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-602-66607 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو